بودكاست سكاي نيوز عربية. ننوه إلى أن هذه الحلقة قد تحتوي على مقاطع قاسية ومحتواها لا يناسب الأطفال وأصحاب القلوب الضعيفة. والله صدمة كبيرة وغير متوقع. إصرار الوالد على إنه هو يجمع المعلومات. أول طريق العين السخنة في حتة جدار كده، بس أنا ما شفتش. المباحث بتقول لي حتة جدار كده، ومداري اللي وراه وبتاع المباحث قال لي ده ضربوه بمطوة وخبطوه على دماغه. سام في ايه؟ محتاج ايه دلوقتي؟ الاولاد بخير؟ سيف بخير؟ اخوك سيف يا احمد ما روحش لحد دلوقتي وتليفونه مقفول. ما روحش ازاي يعني؟ ده احنا الفجر الساعه 4 دلوقتي. احمد بعدما تلقى الخبر المفجع من قبل زوجة اخيه نزل الدرج وطرق باب شقة والده ليخبره بالامر. والاب خرج مع خيوط الفجر صحبة زوجة ابنه وبدأ يجول الشوارع بالسيارة بحثا عن ابنه سيف. قبل أن أسترسل في رواية هذه القصة، دعوني أخبركم بأن تفاصيلها بدأت في حي المطرية بالقاهرة المصرية تحديداً يوم 28 من يونيو عام 2017. بعد أن جابت الزوجة والأب الشوارع لساعات بحثاً عن سيف وفقد الأمل في العثور عليه، خاصة وأن هاتفه المحمول كان مغلقاً، تم تقديم بلاغ ضياع للشرطة. الزوجة المنهارة أخبرت الشرطة أن سيف خرج يوم 27 من يونيو حاملاً معه مبلغاً مهماً من المال، وأخبرها بأنه سيتوجه لشراء سيارة من صاحبها الذي يعرضها بسعر مغر على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنه منذ أن خرج من المنزل لم يعد، وعندما بدأت الاتصال به وجدت هاتفه مغلقاً. أنسام أكدت للشرطة أن زوجها ليس معتاداً على الغياب دون سابق إعلام. دوريات أمنية جابت حي المطرية ومناطق مجاورة ولكن دون جدوى، لا أثر لسيف ولا أحد رآه، وكأن الأرض انشقت وابتلعت. رجال الشرطة استطاعوا الوصول لصاحب السيارة التي كان ينوي سيف شراءها، والرجل أخبرهم بأن سيف أخلف الموعد ولم يره يومها. عندئذ ذهبت شكوك المحققين إلى أن سيف ربما خطف بسبب المبلغ المالي الذي كان بحوزته، أو ربما تعرض لعملية سرقة أدت لإصابته بمكروه. وكلها ظلت مجرد سيناريوهات في ظل عدم وجود أي دلائل أو شهود. أنسام بدورها نشرت صور زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي داعية أي أحد يملك معلومة عن اختفائه للاتصال بالعائلة، ولكن رغم ذلك لم يأتي الجديد. مر أسبوع وتلاه آخر إلى أن انقضى شهران كاملان على غياب سيف، وبدأ البحث الأمني يقل حتى توقف تماماً، لأن الاحتمال الأكبر أصبح في نظر الشرطة يتمثل في أن سيف اختفى بمحض إرادته، أخذ الأموال التي جمعها لسنوات ورحل ببساطة. وذات يوم وبينما كانت أنسام وابنها مجتمعين مع عائلة سيف، وردت رسالة نصية على تطبيق الواتساب في هاتف أحمد شقيق سيف المختفي، كتب فيها بأن سيف التحق بتنظيم داعش في سوريا. وأنسام عندما رأت الرسالة غضبت كثيراً. يبقى يسيبني مع أولادي لوحدي وياخد كل الفلوس ويروح كده؟ ويسيبنا خايفين عليه حصل له إيه؟ في الآخر يطلع سافر ولا على باله انه ساب مراته واولاده وراه. ومنذ ذلك اليوم اخذت انسام طفليها وذهبت لمنزل والديها، لكن رغم تلك الرساله التي جاءت من رقم اغلق مباشره بعد ارسالها، لم يصدق ابدا والد سيف ما كتب فيها. الاب الذي كان متاكدا بان ابنه تعرض لمكروه، والذي لم يمر يوم واحد منذ اختفائه لم يبحث فيه عنه. بعد سنة وأربعة أشهر من اختفاء سيف، علم والده بالصدفة بأن أنسام تزوجت من ابن عمها،
واستغرب عندما علم أن هذا الزواج تم بعد فترة قصيرة من اختفاء ابنه. وبما أنه لم يكن يعلم أصلاً بأنها رفعت دعوى طلاق، فإنه بدأ يبحث ليفهم متى تطلقت أنسام من ابنه، ليتفاجأ عندما يعلم بأنها أصلاً كانت قد رفعت قضية خلع في حق سيف قبل اختفائه بشهرين. الأب الذي لم يحب هو أو عائلته أنسام يوماً، ولم يوافق على زواج سيف منها منذ البداية، بدأ يشك بأنها متورطة في اختفاء فلذة كبده. والله صدمة كبيرة وغير متوقع. لا أمه حضرت الجوازة بتاعته ولا أنا حضرت الجوازة بتاعته. أنا من الأول ما شكتش ودخلتها وجيت خدتها وطلعت بيها تاني يوم على الدائري عشان أدور عليه وهي معاي. الأب الذي ظل يسعى ويسعى بحثاً عن أي خيط يقوده لحل لغز اختفاء ابنه، توجه مرة أخرى لمقر الشرطة وأخبرهم بالمعلومات الجديدة التي اكتشفها عن أنسام، ووجه لها اتهاماً مباشراً بالضلوع في اختفاء ابنه. والشرطة بدورها أخذت هذه الاتهامات مأخذ الجد، ووضعت أنسام وزوجها الجديد داخل دائرة التحقيقات، ليصدم المحققون عندما علموا من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين بأنهما كانا على علاقة غرامية ببعضهما البعض قبل اختفاء سيف بمدة طويلة. وهذا كان دافعاً قوياً في نظر المحققين لتكون أنسام وزوجها الجديد محمد متورطين في اختفاء سيف، لذلك تم القبض عليهما واقتيادهما للتحقيق. ويا لدهشة المحققين ودهشتي معهم عندما علمت أن أنسام اعترفت من أول سؤال وجهه لها المحققون. نعم، هي وزوجها الجديد متورطان في اختفاء سيف، وليس هذا فقط، لقد قتل سيف منذ عام وأربعة أشهر. اللغز اللي اكتشف في هذه الجريمة هي عملية الزواج السريع ما بينها وما بين ابن عمها. نمرة اتنين، إصرار الوالد على إنه هو يجمع المعلومات ما بين أقوالها قبل وأقوالها بعد وتضارب الأقوال بينها وبين، وبعدين شكوا إزاي هو يبقى ساكن في الدور الأرضي وهي تطلع لأخوه في الدور الثالث فوق وتقول له تعالى نشوف أخوك فين. سأعود بكم لبداية القصة ليوم 27 من يونيو عام 2017، كما جاءت على لسان أنسام الزوجة الخائنة التي دامت خيانتها لسنتين كاملتين دون أن يكشفها زوجها، والتي قررت في ذلك اليوم مع عشيقها التخلص من الزوج المخدوع. في ذلك اليوم عندما خرج سيف من المنزل وهو ينوي شراء سيارة، اعترضه محمد عشيق الزوجة في الطريق وهو يمتطي سيارة يقودها صديقه، وعرض على سيف أن يقله إلى المكان الذي سيذهب إليه. الزوج المخدوع الذي كان يربطه بمحمد علاقة صداقة سطحية نشأت بسبب أنسام، قبل عرض محمد وامتطى السيارة، لكن الرجلين قاداه إلى مكان صحراوي خال من المارة، هناك حيث قتل طعناً وضرباً بالحجارة على رأسه، وببساطة دفناه في حفرة أعداها سابقاً. وطبعاً وكما تتوقعون استحوذ على الأموال التي كانت بحوزته، وعاد كل من العشيق وصديقه والزوجة الخائنة يعيشون حياتهم بصفة عادية وكأن شيئاً لم يكن. واجه المحققون محمد باعترافات أنسام، فانهار هو بدوره واعترف بجرمه وقادهم للمكان الذي دفن فيه الجثة قبل 16 شهراً. المؤلم في الأمر أن رجال الشرطة وفرق المعاينة عندما وصلوا للمكان الذي دفن فيه الضحية لم يجدوا من جثته إلا جزءاً منها. شوف الجرم وصل درجة قد إيه؟ قتلته وجاية تاني يوم الصبح تخبط على أخوه، وأنا خدت عربيتي وقلت لها تعالي نطلع نشوف الطريق المعرض ده فين؟ أول طريق العين السخنة،
في حتة جدار كده بس أنا ما شفتش. المباحث بتقولي حتة جدار كده ومداري اللي وراه وبتاع المباحث قال لي ده ضربوه بمطوة وخبطوه على دماغه. أنا معايا إثباتات إن هي عظمة واحدة بس. يقولك كلاب إيه هتاكل جسم عظم. والقضاء المصري رأى أن أنسب حكم يوجه لقتلة لونوا جريمتهم بالخيانة هي الأعدام لثلاثتهم. كنتم تستمعون لبودكاست الدليل، أعداد وتقديم إيناس بوعفيف، إخراج نار تشابسوغ. الدليل. بودكاست سكاي نيوز عربية.